الاب ديال السريع عبد الماتين اللي وقعت له حادثة السير واودت بحياته في ظروف 3 ايام. ولسرد هذا الحادث الجلال وما وقع فيه بعض اختلالات من ناحية التعامل مع المصاب اللي هو عبد المتين، حيث كان ملقيا على الأرض وفقد تنفسه ولإسعافه كانت سيارة الإسعاف الغير مجهزة، والله غير مجهزة الحمراء، سيارة الإسعاف، لا سيارة. هاد الولد اللي دخل ديك الصندوق ديال ديك سيارة الإسعاف، صندوق راه كلشي تتعرفوه، اللي هي الدلاح الا درتيه تما يمرض، ما كاين لا اكسجين لا حتى الناس المتدربين على اسعاف الناس ما فيهاش. انت فاش تشوف واحد الانسان في واحد الحاله حرجه، حتى الا ما عندك تجهيزات ولا غير جيتي وبغيتي دير واحد المحاوله لانقاذ داك الشخص، تخصك تعرف اسم المستشفى اللي يقدر يعطي الإغاثة الصحيحة لهذا المصاب، ما باش بقى تدور به مستعجلات ديال إنزكان وما أدراك من إنزكان. وفي الأخير ستستهدى الحسن الثاني، يعني المسافات يعني تقدر توقع فيها بزاف ديال المضاعفات، حتى الا كان الانسان غادي يعيش مثلا او غادي يعني يسترجع اللياقه ديالو في 5 ايام، خصو ضربها في 30، يعني 5 شهور. وهنا تشوف واحد الناس اللي يعني الوقايه المدنيه، هاد الناس اللي في الامبولانس او سياره الاسعاف، إعادة النظر لا في سلوكهم ولا في معاملتهم حتى مع المرضى. السلام عليكم، معكم العم ديال الضحية ديال اللي حادثة السير ديال تشيرة اللي جات على حالة وفاة، وبغيت هين نجدد ونوضح بعد الاخوان اللي تيكتبوا في الجرائد الالكترونيه بان النهار فاش كانت الحادثه ديال ابن الاخ ديالي، راه كانوا ديك النهار 3 ديال الحادثات، كانت وحده في نزكان، وكانت وحده في تشيره، وكانت وحده جيت مرجان اللي كانت ياك، وكل وحده الطريقه ديالها كيف كانت. ودابا بعد البريد الالكتروني اللي تيكتب بان الحادثه اللي وقعت في التشيره بان صاحب الدراجه دخل في السياره، لا انا باش هذوك والسلطه راه عارفه دارت الاجراءات ديالها اللي خصها دار القانونيه، غير حاجه اللي هذاك غير باش نصلحوا هذه المعلومات، وزيد بان الله يهدي الاخوان ديالنا، راه حنا مسلمين وفي هذا الشهر المبارك وشهر الغفران، خص الانسان نكونوا متسامحين. غير وتنشكر الجريده اللي لبات لنا النداء وجات جريده ديال شوف تي في، بان هاد السيد بغات تعمق في هاد الحادثه وتعرف الحقيقه باش توصل الاخوان ديالنا اللي كاينين اللي ما حاضرينش، يوصل لهم هاد الخبر، وبان الله يهدي الاخوان باش نجيو يهدي الاخوان اللي تيشوفوا بعض الحادثات وتيشوفوا الطنوبيلات
دارت اكسيدون ويدخلوا ليها ويحيدوا منها اي حاجه البورطابل ولا تيستغلوا ديك الفرصه. ولا كيف حال هذه الحادثه ديال البن الاخ ديالي اللي دار الحادثه بالدراجه الناريه وبعت الاخوان تيسرقوا منها البياس. حشومه حنا ما حنا مسلمين ماشي ما توصلش لينا الدرجه كاع بعدا. وبالنسبه للمستشفى شنقول غنيه على التعريف، المستشفى ديال الحسن الثاني راه باينه ما نقدروش نوصفوها لاي واحد، لان باش نوصفوها الاهمال انا عندي وباش نختصرها بالاهمال بالاهمال. هادشي باش نوصف المستشفى الحسن الثاني، لان حاله وفاه خمسه ديال حاله وفاه في مده ديال 3 ايام لا يعقل، ما لا يعقل. عندنا الانعاش، عندنا لي ماتيريال، ايه كاينين لي ماتيريال ولكن راه ناقصين لي ماتيريال كرون كاينين، ولكن تملك شي جين ما كاينش ما كاينش. وتنتحدى بان ما كاينش تنفس اصطناعي باش يدخلوا الدري يديروا ليه سكانير وتيقلبوا على الاكسجين الاصطناعي اون ما ما كاينش عندهم ما كاينش عندهم. بقينا ثلث ساعه باش يدخلوه يديروا له السكانير تيقلبوا على الاكسجين، تجابوها من سياره الاسعاف ديال البريفي. هي عندنا ماتيريال، عندنا دكاتره، ولكن ما كاينش اللي يمد لينا حنا الضعفاء، ما كاينش اللي تيمد لهم اليد. ونزيد منين الدري منين تيدخل الدري في حاله ديال حاله قاصحه بواحد الدرجه ديال بين الحياه والموت، تيطلقوا في يد لي ستاجير، تيطلقوا في لي ستاجير في اليد لي ستاجير. هادشي اللي بغيت نوصل.